بقولك ايه، مش هنكمل يعني مش هنكمل. ركبت رموش، قلنا ماشي ما يضرش، عملت عمليات تجميل، نفخ وشد وحقن من كل الجهات وطنشنا. لكن تلبسي رجلين جلد ناعمة وترفعي البنطلون على اساس ان هي رجلك ناعمة وبيضة، لا والله دي بقى ما ينسكت عليها ابدا ابدا ابدا. في 60 دهية كده على كده الواحد ما بيتعلمش بالساهل. وبصي يا حبيبتي انت وهي اول ما تخرجوا من علاقه فاشله زي دهيت هتلاقي واحد حنين كده عمال بيتدحلب وبيسمعك ويطبطب عليكي ويدادي ويتكرر جمله دهابي ازاي مع واحده زيك ويخونها ويخسرها، ده بالذات اعملي له بلوك. خلاص يا حبيبتي خلصتي، انا كده ولا كده هعيش سنجل ملك زمان. عارف يعني ايه سنجل؟ يعني تسمع صوت الرساله ما تقومش تجري عليها لانك متاكد انه عرض من اتصالات.